رجعنا لكم من جديد. كما قلنا معنا سي مراد الجويني، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي مراد. مرحبا بك لبنى، مرحبا بكافة مستمعي الإكسبريس إف إم، وشكرا على الاستضافة. مشكور جدا على تدخل معنا. إذا برنامج العطلة الآمنة اللي انطلق، خلينا نشوفوا نوعا ما النتائج الأولية للبرنامج هذايا، هل أنه عطات أكلها فيما يتعلق بالطرقات وإلا لا؟ هو بطبيعة الحال البرنامج انطلق منذ غرة جويلية يتواصل إلى حدود يوم 15 سبتمبر، أي موعد العودة المدرسية. طبعا هناك عديد الأهداف اللي احنا أرسمناها وبدينا في تنفيذها، واللي من خلالها هي معناها عديد المخالفات اللي احنا خليناها بعين الاعتبار، على غرار مخالفة الأفراد في السرعة، كذلك على مخالفة السياقة تحت تأثير حالة كحولية، المجاوزة ممنوعة، استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، طبعا في تذكير لوضع حزام الامان، زاد كذلك بالنسبه للمقاعد الاماميه والخلفيه، هذا الى جانب سواق الدراجات الناريه والسلوك المتراجل. طبعا في عديد الحملات اللي كانت معناها متفرقه في الزمان والمكان، طبيعي جدا خلينا بعين الاعتبار الاماكن اللي فيها عموم الاكتظاظ واللي فيها معناها اماكن الاستياف واماكن النزهه، دونك خليناها موضوع بعين الاعتبار. كنا متواجدين في عديد الحملات كسوا حملات ميدانيه عن طريق شركائنا اللي هم معناها مكونات المجتمع المدني، والا وحدات شرطه وحرس المرور، من خلال زاد كذلك عديد الحملات الجسريه على غرار المخالفات اللي احنا ذكرناها. طبعا هناك تفاؤل نجم نقوله مقارنه بالسنه الفارطه، لانه المؤشر نجم يكون ودونه في شهر نجم، معناها تكون العمليه التقييميه، واحنا توا في صدد معناها اعداد التقييم الشهري، طبعا معناها باش يكون عند سلطه الاشراف وهي دورها باش تتكفل بمعناها اذاعته الى المؤسسات العالميه. المؤشرات هذه تنجم تكون معناها ايجابيه، ولكن العمل مازال دؤوب، مازال تقنيه طويله، مازال في العطله هذا كذلك طويله، ناخذ بعين الاعتبار زاد الحركه السياحيه اللي موجوده على بلادنا، نفس الشيء على مستوى زاد جاليتنا بالخارج اللي قاعده معناها تزور تونس بكثافه خصوصا في الصيف هذه، دونك هذوما الكل خذيناها بعين الاعتبار. ان شاء الله في المقابل العمل هذا نلقاو فيه زاد كذلك مزيد من التفاعل من قبل المستعملين الطريق، لانه العمل هذا مواجه واللي هو بالاساس ثم معناها فيه الحفاظ عليه هو وعلى بقيه مستعملي الطريق. نعرف اللي ثم في عديد المحاور باش نلقاو فيهم شويه كثافه في الجو، لان نعرف زاد كذلك البنيه التحتيه نتاعنا وطاقه استيعابها لوسائل النقل في بعض الاحيان الاخرى، زاد كذلك يلزمنا نتمتع بسلوك يكون معتدل في السياقه، نطبق معناها بما جاء في قانون الطرقات، هذا فضلا بطبيعه الحال على عديد الاشياء الاخرى اللي احنا بصدد كذلك الاستعداد لها وفقا لمقتضيات التغيرات اللي هي باش تكون في الزمان والمكان. ان شاء الله العمل هذا نكملوا زاد كذلك نتواصلوا فيه، واحنا كهياكل الدوله وكهياكل وزاره الداخليه خصوصا اللي متمثله في شرطه المرور وكذلك حرس المرور اللي قاعدين يقوموا معناها بدور مضني خصوصا في اوقات الذروه، معناها الاوقات نتاع الصباح والاوقات نتاع العشيه والاوقات نتاع المرواح، اليوم قاعدين معناها يسهلوا في حركه المرور في عديد المحاور، نفس الشيء زاد كيف في الحملات اللي كما قلنا قبيله قاعدين يقوموا بها حفاظا على الارواح والممتلكات. اذا هذا تقريبا تقدم البرنامج هذايا اللي يتواصل حتى الوقت سي مراد؟ حتى الحدود يوم 15 سبتمبر موعد العوده المدرسيه ان شاء الله. الى حدود 15 سبتمبر موعد العوده المدرسيه، ديما نعاودوا نرجعوا نشوفوا التقييمات الاوليه نتاع برنامج العطله الامنه، وان شاء الله طريق السلامه للناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي في الثنيه. ردوا بالكم على لوائحكم، السرعه راهي ما تنجم تكون كان خطر على حياتكم، ان شاء الله عطله امله للناس الكل. مشكور جدا سي مراد جويني المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامه المرور، الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب إكسبريس إف إم. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الشارع التونسي، نرجعوا لكم بعد موعد الاخبار مع